جاتني دعوة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وفوك سينما لحضور حفل توزيع الجوائز الختامي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وخلوني أعطيكم ملخص الحفل. وأهم النجوم اللي حضروا هذا الحفل هم نيكولاس كيج وجيسون ستيثم واندرو غارفيلد وإدريان برودي وغوينيث بالترو وأخيرا هالي بيري. نجي الآن للجوائز، وجائزة النجم الصاعد كانت من نصيب الممثلة نورة الخضراء بدورها في فيلم حوجن، وجائزة أفضل فيلم وثائقي كانت من نصيب فيلم فور دوترز، جائزة أفضل فيلم سعودي من فيلم العلا كانت من نصيب الفيلم السعودي نورة، وجائزة الجمهور من فيلم العلا كانت من نصيب الفيلم الكوري هوبلس، وجائزة اليسر الفضي للفيلم القصير كانت من نصيب فيلم سوت كيس، جائزة اليسر الذهبي للفيلم القصير كانت من نصيب فيلم Somewhere in Between. وأبرز حدث في المهرجان كان الفيلم الفلسطيني The Teacher أو الأستاذ اللي حصل على جائزتين، جائزة أفضل ممثل للفلسطيني محمد بكري، جائزة لجنة التحكيم، جائزة أفضل ممثلة من نصيب منى حوا بدورها في فيلم إن شاء الله ولد، جائزة أفضل سيناريو من نصيب الفيلم الجزائري 6 Feet Over، جائزة أفضل مساهمة سينمائية من نصيب فيلم أومن، جائزة أفضل مخرج من نصيب الأوزبكي شوكير خوليكوف اللي أخرج فيلم ساندي، وجائزة اليسر الفضي للفيلم الطويل من نصيب الفيلم الهندي دير جاسي، وأخيرا جائزة اليسر الذهبي للفيلم الطويل من نصيب الفيلم الباكستاني In Flames. مهرجان كان جدا مميز، وتشرفت اني كنت حاضر في اغلبه. شكرا مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي، وشكرا فوكس سينما. يا جماعة هذا راح يكون اخر مقطع لي في هذا الاستوديو، راح انقل استوديو جديد ان شاء الله، فلو حابين تكونوا معايا خطوة بخطوة تابعوني في الاصفر منها تدعموني. سلام.